وجودنا اليوم هنا بولاية قلمة سمح لنا ببداية الأمر أن يعني نزور بعض المحطات الحيوية اللي تسخر بها ولاية قلمة، وأيضا سمح لنا أن نفقد بعض يعني المشاريع الاستثمارية تابعة للقطاع الخاص، منها فندق 4 نجوم هو في قيد يعني الأشغال، في قيد يعني الأشغال، وأيضا في فندقين في ذات 4 نجوم هما يعني في قيد الاستغلال. وأيضا سمحت لنا وجودنا اليوم سمح لنا يعني نعود بافتتاح هذا الفندق الجميل، هذا الفندق اللي يعد يعني مفخرة ولاية قلمة بعد نهاية أشغال إعادة تهيئته وعصرناته حسب المقاييس الدولية. وكل هذا النشاط هذا وكل يعني الديناميكية تخلينا نتفائل بأن يعني مستقبل السياحة والصناعة التقليدية بولاية قلمة يعني ظاهر.